اوكي جايز، وصلنا هلا ولازمنا كم غرض، لان اليوم سبت بكره اثنين. لازمنا كم غرض، بدنا هلا ناخذ كم شغله. مش معكم الفيديو هلا، في شغله بدنا نساويها، بس اول شيء لازم نجيب غرض. جايز انا الاكثر بندوره بحبها هي التشيري توماتو، هدول كثير طيبين، كثير بحبهم هدول، يعني كثير كثير طيبين. بس ليكوا عنا يعني بألمانيا أو بأوروبا كلها، ليكوا قد الكوسة قدا هاي كوسة. جايز هاي الخيار عنا ليكوا كيف قديش كبار، بس طيبين يعني. جايز طبعا لا انا صور لكم المشروب الاخضر. هلا انا كمان رح اجيب المكونات تبعه. بدنا تفاح اخضر حصرا، طبعا المكون الثاني هو شبنات. هلا عم دور على شبنات، هي بيت شبنات. وانت لقيته شبنات هلا جاز، ريحتهم بتجنن. طبعا هذا البصل انا بحبه اكثر من هذا البصل، ما بعرف هذا بحبه اكثر اطيب. كثير فواكه مجففه من هون، كثير طيبه، كثير مفيده، كثير كثير مفيده. احنا بنشتري طبعا دائما الابريكوزن، هن جايز سوفت ابريكوزن كثير طيبين. انا لسه من هي اللي انا امبارح اشتريت، كثير كثير طيب كمان. تين مجفف، عم دور بسلة على مانجو مجففة. ليكو جايز في أبل سم تشيبس هون، كمان في تشيبس بالفواكه مجففة كتير طيبين. جايز وقت كنت صغيرة كنت كتير حب هاد، كتير طيب. كمان مشان المشروب للشعر والبشرة رح آخذ كمان شوندر، كمان كتير ظريف، رح آخذ اثنين كتير طيب. جايز هون هيك في سموذي وهيك شغلات، بس عن جد هذا السموذي كله تقريبا فيه سكر، فنحنا بنساوي دائما بالبيت سموذي اطيب وبدون سكر، يعني بتعرف شو حاطين بقلبه. كنا قبل كنا دائما نشتري سموذي من هون بس كله سكر، مشان هيك وقفنا نشتري وصرنا نساوي بالبيت. خالصة عنا، اشترينا كل الأغراض، دفعنا وهلا رح نطلع. جايز خلصنا وهلا رايحين على المول الثاني لحتى نجيب أغراضنا البقيانة. جايز اليوم أنا وديانا رح نساوي أظافيرنا، فليكو هاللون شو حلو. رح آخذ من هاد بالفنش وراح آخذ هاد الأبيض، ليك شو حلو. رح آخذ هدول الاثنين. بدنا هاد للتوب كوت كمان رح آخذه. طبعا جايز بتلاقوا كتير شغلات هون، نيل سيروم، نيل ماسك، كل شي بتلاقوه هون. انا طبعا شاريه من كل هدول، بس هدول اللي ناقصيني اخدتهم. طبعا عم شوف شي شغلة تانية بدي اخدها، صراحة لازمني كمان مبرد يكون ظريف، فرح اخد هاد كمان. وليك اش حلوين، ما بعرف هاد افتح هاد اغمق شوي، نفكر شو اخد. جايز لازمني كيال ابيض، فرح اخد هاد. طبعا هون كمان بتلاقوا هيك شغلات جاهزة لحتى انتو تلزقوها، بس بظن اللي مساوية بالبيت احلى بكتير تطلع. جايز ليكو شو لقيت هون، بعد ما تحطوا الجيل نيجل وتقيموه فيكم تقيموه بهاد، فعندي منه بس حلو انه حطينه كمان دي ام نزلينه. وعندها طبعا كل الغراض تبع هدول، مثلا هدول هن كتير حبيت. رح ناخذ شيا كتير ظريفة، كتير طيبة، كتير ظريفة. رح اخذ كمان واحد، لازمني انا اخلص تبعي. عم شوف هون كمان شو الشغلات بدي اخذها.
بس ليك وهدول قوموا بياشن بس بدون سكر كتير صحيين هيلثي. هيك هاي تجيني الاعتناء بالشاي بكم شغله امبارح انا اشتريت من هات صراحه لسه ما جربته من هات لسه ما جربته. هلا جينا على مول تاني لحتى ناخذ فواكه. هلا مثل ما قلت لكم اول فيديو انه هلا عطلت نهايه الاسبوع فشوف شو بدنا ناخذ من هون. هاي جايز هلا بنجي على البيت. حبيت ورجيكم المشتريات اللي اشتريناها اليوم. انا طبعا وقت كنا بالكوكتل كمان شوي رحت اشتريت هدول البذور الشيا كانت كتير طيبين. اذا حابين اسوي لكم اكلات بذور الشيا لانه بذور الشيا كتير كتير مفيدة وانا عندي كمان غدسات كتير ظريفة بذور الشيا اكتبوا لي بالكومنت. غير كمان هي ورجيتكم انا وقت كنت بدي اعمل ورجيتكم اشتريت هدول نيل بولش. فاليوم رح اسوي ماي نيلز فرنش فرح ورجيكم كمان رح اكتب معي خطوة بخطوة. اشتريت هي كمان هي اول مرة بجرب كول رح جربه. هاي هي جايز مشترياتنا اشترينا اغراض الاسبوع. جايز رح ارجيكم عجب مفضلاتي. مفضلاتي هي زفت ابخي كوز اللي ورجيكم اياها انا كنت بالكوفلاند. فحبيت ورجيكم طريقة شيء بهذا الفيديو طريقة كتير مفيدة. ماريا مرة جربتها. ماريا كيف لقيتيها؟ صراحة ما لها طعمة. حطي مثلا عليها فواكه تطلع طيبة. هي ما لها طعمة لحالها ما لها طعمة بس عجب تطلع كتير طيبة. فهلا رح اسوي عيار يعني خفيف. رح احط معلقة من معلقتين خلينا نساوي معلقتين معلقتين من بذور الشيا. رح نجيب اي حليب بدكم اياه. قلت لكم رح نجيب ماندل ميش حليب اللوز. حليب اللوز رح احط عليها هيك شوي خلينا نغمره منيح. حبيكم حطوا عليها حليب منيح عرفتوا؟ لانه بذور الشيا رح تنفش كلها عرفتوا؟ فرح احط عليها حليب منيح. انا بحب انه تقطع ساعة ساعة لساعة. رح اخليها ساعة وارجع اورجيكم كيف رح نزينها. طلعت هي هيك الشكل بهذا الشكل رح احطها بالبراد لمدة نص ساعة. شوفوا كيف رح تنفش. طلعوا هيك عليها وشوفوا اخر شيء كيف رح تنفش. جايز جهزت طبعا دي انا فائت وانا جهزت هون السهرة هيك هيك شغلات مكسرات هون البطيخ لسه ما حطيت هون. هيك يعني شغلات كتير قليلة صارت جاهزة. رح اجيبهم كيف فينا نزينها. هيك صارت هون تبع عليكم. هو لازم يكون طبعا انا كترت حليب اكثر بس ما بيأثر. جبت انا هذا الجلاس طبقة من بذور الشيا مثل ما قلت لكم لازم يكون اكثر قوامها سميك بس ما بيأثر عادي. رح انتم تزينوها حسب ذوقكم حسب ما انتم بدكم. طبقة هيك شكل شهي عشا سريع يعني بيطلع بشهي. حلوة بالعسل اذا بتحبوها محلاية. انتي ما حليتيها؟ لا. هلا رح احط طبقة مشمر. موسلي؟ ايه جايز انا بحط عليها موسلي. ظلها طيبة؟ موسلي مع شوكليت بتطلع كثير طيب. طبعا هذيك المرة انا سويتها بسموذي تذكرتي على شو طلعت حلوة؟ طلع اول شيء شيا بعدين طلعت سموذي هيك على فريز. رح احط اخر طبقة. لا صار عندكم اطيب سناك هو هاد بذوركم يا جد هو السناك. طبعا حط هلا جايز هي الطريقة هي طريقة واحدة من بين مليون طريقة نحن بنساوي بذور الشيا فيها. هي عنجد طريقة اسرع طريقة. اذا حابين اساوي لكم فيديو كامل عن طريقة بذور الشيا اكتبوا لي بالكومنت. جايز ليكو السطرة اللي عملتها حدا شفت شهي. ما هي طبعا